السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. محمد رمضان النهاردة يا جماعة استهزأ استهزاء وسخة، يعني قلة أدب الصراحة من محمد رمضان، انه استهزأ بالراجل الطيار ونزل صورة وهو كان بيعمل عملية او كان بيمثل، وكان حد رسم له انه بيعمل عملية او اي حاجة، وتصور صورة ونزلها على الفيس وتويتر والانستا، كتب عليها الطبيب اللي صورني الصورة ديت اترفد من شغله مدى الحياة وهو بيعمل العملية. بيستهزأ بالطيار طبعا، وانا شايف ان دوت يعني شغل عيال صغيرة من الاخر كده، الشغل اللي بيعمله تركي آل الشيخ، يعني هو انت توازي شغل تركي آل الشيخ بالشغل محمد رمضان، شغل عيال يعني ملوش لازمة. و اللهم صل على النبي، نسيت انا مش عارف اتكلم ايه. هو الطيار غلطان طبعا، الطيار غلطان انه وافق يتصور معاه سواء محمد رمضان او غيره. الطيار غلطان انه انا طبعا مصدق محمد رمضان في النقطة بتاعت ان الطيار طلب 9 مليون، وانا شايف برضو من حق الطيار انه يطلب، تمام، ومن حق برضو محمد رمضان يعمل اللي هو عايزه يعني، بس ما يستفزش الراجل ويستهزأ من الناس كده. المهم يعني ليه مصدق ان الطيار استاذ اشرف ابو يوسف طلب الفلوس ومن حقه يطلب، عشان هو كان عايز يتواصل مع محمد رمضان. انا كنت هتجنن واعرف هو عايز يتواصل مع محمد رمضان ليه، يعني يطلع في البرامج يقول لك انا مش عايز حاجه، انا عايز اتواصل معاه، انا مش عايز حاجه، انا عايز اتواصل معاه. ما اكيد كان في طلب عايز يطلبه ومن حقه برضه انه يطلبه. هو الصراحه اوفر 9 مليون، بس برضه من حقه يعني، هو لو كان مرتبه يدخل كده فاهم. بس ومحمد رمضان طبعا شغل بقى عيال، وانا شايف ان الحوار ده كله معمول ممكن يكون اعلانات رمضان، او ممكن يكون اي حاجه، ممكن يكون اشرف ابو يوسف زي ما قال في اول فيديو برضه ان هو كان مستني راي العام يهدى بسبب الحوار ده ويطلع يتكلم فيه، وممكن يكون بيعمل كده عشان يعني انا شايف ان الحل يعني طبعا كواحد ماليش دعوه بالموضوع، شايف ان الحل ان نرجع شغله تاني وخلاص، ومحمد رمضان يعوضه عن السنه اللي عدها بنص مليون ولا مليون يعني ولا ايا يكن يعني، والدنيا تمشي ويتكرم والدنيا تمشي لذيذ. بس انا ماليش دعوه بالكلام ده، قضاء طبعا يقول كلمته وبس كده. كنتوا في شويه دردشه مع كاب وكباكه، كباكه تي في. لو عجبك الفيديو يا ريت تسيب لايك شير سبسكرايب. سلام.